السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم الدرس الجديد من دروس السادسة إعدادي، وما زلنا في السؤال الثاني، هو سؤال القواعد. وسؤال القواعد جدا مهم، حيث يضمن الطالب 30 درجة من خلال القواعد. اليوم درسنا هو الكلمات المنتهية بـ FUL وكلمات المنتهية بـ FULLY. ما هذه الكلمات وكيف تأتي بالأسئلة الوزارية؟ راح نشوف ندرسها إن شاء الله نفهمها. رجاء التركيز قليلا، هذا من المواضيع اللي جاية بالوزارة، ليس بتكرار كبير جدا ولكن جاية وأيضا متكررة. خلنا نشوف شنو هاي الكلمات اللي منتهية FUL والكلمات المنتهية FULLY. هنا عندنا توضيح بسيط. الكلمات التي تنتهي FUL، هاي الكلمات تنتهي FUL هي شنو؟ هاي adjectives، صفات. يعني منشوف كلمة تنتهي FUL، هاي الكلمة صفة، بينما الكلمة المنتهية FULY هاي شنو؟ هاي adverb يعني ظرف. طيب سؤال، شنو الفرق بين الصفة والظرف؟ شنو الفروق بيناتهم؟ الفروق انها الصفة توصف الأسماء، الصفة توصف الأسماء. طيب والظرف؟ الظرف توصف الأفعال. هو من اسمه add مضاف لمن؟ to the verb، add verb. إذا صار عندنا معلومة جدا مهمة راح تفيدنا بالحل. شنو هاي المعلومة؟ الكلمات المنتهية بـ FUL هي صفات، والصفات توصف الأسماء، بينما الكلمة المنتهية بـ FULLY هي ظروف، وظروف توصف الأفعال. كيف تجي بالوزارة؟ تجي بطريقتين. الطريقة الأولى هي طريق الاختيارات. شلون هي الاختيارات؟ عندنا جملة the picture was beautiful، beautifully. The picture was beautiful، beautifully. هنا راح أجي أشوف، هنا راح أجي أشوف، أنا هو في التحديد السؤال، راح أجي أشوف شنو هو الموصوف. عندنا the picture، طبعا the picture اسم، the picture اسم، was beautiful or beautifully. هنا الموصوف شنو هو؟ الموصوف طبعا the picture اللي هي اسم. إذا كان الموصوف اسم يكون الاختيار الكلمة تنتهي بـ FUL. ليش؟ لأنها صفة، والصفة توصف الأسماء، nouns. أتصور وضحت. أخذنا الكلمة تنتهي بـ FUL، شنو السبب؟ السبب لأنها توصف اسم، والاسم يجب أن يوصف من خلال صفة وليس من خلال الظرف. خلينا نشوف الجملة الثانية. The story اسم واضح أنه القصة. The story was beautiful or beautifully written. أجي هنا لقيت الاسم الأول story. أستاذ لقيت الاسم الأول story، إذا أنا راح أختار مباشرة الكلمة اللي تنتهي بـ FUL لأنه صفة. وأنت قلت لنا لا، نصبر نشوف شنو اللي جاي بعدها. The story اسم was beautiful beautifully written. أجي هنا إلى كلمة written، هاي أحددها مهمة. written شنو written؟ من جاءتني؟ جاءتني من write، ماضيها wrote، تصريف الثالث written. إذن هذا فعل بها صيغة، صيغة التصريف الثالث. إذن إذا جاءني فعل بصيغة التصريف الثالث بعد الاختيارات، يعني FUL FULLY، راح نختار شنو؟ راح نختار الظرف. لماذا نختار الظرف؟ لأنه وصف لنا شنو؟ وصف لنا الفعل. هنا شنو معنات هاي الجملة؟ أنا حليتها بدون ما أعتمد على المعنى، لأن دائما أفترض أنه الطالب ما يعرف معنى. ولكن خلونا نترجمها. The story was beautifully written. القصة كانت مكتوبة بطريقة جميلة، بطريقة جميلة، وليست القصة اللي هي جميلة، طريقة الكتابة written جميلة. علي، مثال آخر. علي طبعا اسم شخص، is a careful carefully driver. هنا علي هو نفسيته driver. هنا اجتنا driver، driver شنو؟ driver اسم. طبعا كلمة تنتهي ب er او r و ar غالبا تكون اسماء اشخاص، مثل doctor teacher driver scholar. اللي تنتهي ب er او r و ar هي غالبا اسماء اشخاص. driver واضح انه اسم. هنا الموصوف من هو؟ إذا كان درايفر أو كان علي اللي هو نفس الشخص، أيضا هو اسم، والأسماء يجب أن توصف بالصفات. إذا أختار الكلمة اللي تنتهي بـ FUL. إذا a careful driver، a careful driver اللي هو سائق حذر. الجملة الأخرى، علي
as a careful driver هم شرحناها. علي drives. علي drives هذا فعل يحمل S وهذا S اسمها S to الشخص الثالث. سنتناول موضوع ال S وأنواعها في محاضرة أخرى إن شاء الله. S الشخص الثالث careful carefully. بما أنه الموصوف هو شنو هو فعل ويحمل S الشخص الثالث، إذا الفعل يجب أن يوصف من خلال ليست صفة وإنما شنو؟ إنما ظرف، وظرف يجب أن ينتهي ب L Y. إذا drives carefully الاختيار هو carefully، الكلمة منتهية ب L Y. بعدها we want to live، هنا أنا أشير الفعل live يعيش، نحن نريد أن نعيش. Together not together ليس اسم وليس فعل. لهذا السبب أنا أجي أشوف شنو الموصوف. الموصوف live اللي هو عملية العيش. Peaceful or peacefully طبعا الجواب واضح هو peacefully، نعيش بسلام. ليش اخترنا كلمة تنتهي ب ly؟ لأنه الموصوف الفعل اللي هو live. الموصوف الفعل live مثل ما ذكرنا كلمة اللي منتهي ب f u l صفة، والصفات توصف الأسماء. إذا جاءنا اسم أكيد راح نضيف صفة، و ly هي الظروف التي توصف توصف الأفعال. هذه هي الطريقة الأولى اللي اجت بالوزاري. صور الموضوع سهل بسيط وسلس. هنا أنا أستاذ أنت ذكرت في بداية المحاضرة بأنه إجا طريقتين بالوزاري، ما هي الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية هنا نشرحها بشكل بسيط. جينا بالسؤال الثالث سي اللي هو سؤال الإملاء. هنا عندنا بيس اسم سلام، السلام يعني. شلون نحول الاسم إلى صفة؟ بيس نحولها إلى صفة من خلال إضافة F U L، تصبح من بيس إلى بيسفول، أصبح من سلام إلى مسالم، حولناه من ناون إلى adjective أو من اسم إلى صفة. أو لا نجيب بيسفول كاملة اللي هي مسالم أصلا صفة، وريتها تتحول إلى شنو؟ تتحول إلى ظرف. شنو نضيف لها؟ نضيف لها L Y تتحول إلى ظرف. الموضوع كله هذا بسيط وسهل، أتمنى أنهم فهمتوه. إذا عندكم أي سؤال تركوه إن شاء الله أجاوبكم. إلى لقاء قادم، أراكم بكل خير إن شاء الله.